مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بقناتي أكل أونلاين. اليوم الفيديو تبعنا نوع من أنواع الشوربة. هاي الشوربة ما بصير بلاها أبدا برمضان، حضرتها على الطريقة التركية، طيبة وشهية كتير كتير. شوربة عدس. المقادير: كوب عدس أحمر، بصلة متوسط الحجم، نص حبة بطاطا، نص جزرة، معلقتين ملح صغار، نص معلقة صغيرة ملح ليمون، معلقتين زيت زيتون كبار، نص معلقة كبيرة دبس فليفلة، كمون حسب الرغبة، ومي تقريبا شي 6 كاسات. بالبداية بدي أقلي بصلة. حطيت معلقتين زيت زيتون بأرض الطنجرة وقطعت البصلة بشكل عشوائي، مو ضروري تكون ناعمة لأني بالأخير بدها تنهرس وتصير ناعمة كتير. بعد ما تقلت شوي البصلة زدت الدبس الفليفلة، كمان قطعت الجزرة ناعمة والبطاطا، قلبتهم شوي مع البصلة وضفت العدس. هلأ كمية المي ترجع حسب نوع العدس وحتى استواءه، كمان حسب نوع العدس. أنا بسرعة بستوي عندي العدس، بس أحيانا بيكون في نوع سيء ممكن يطول كتير. أول شي حطيت 3 كاسات مي مع معلقة صغيرة ملح، تركتهم يغلوا مع بعض. بدي أستنى الجزر والبطاطا يستووا، نشفت المي، رجعت زدت كاسة مي، العدس استوى. بعد ما تأكدت إنه الجزر استويت والبطاطا، هرستهم بالبلندر مشان أحصل على مزيج ناعم وما فيه تكتلات. كمان حسيتها سميكة شوي، ضفت لها كمان كاستين مي. طبعا الملح على الذوق، وضفت الكمون، ضفت الحمض، ملح الليمون، بحركها منيح، بتأكد من كل شي انخلط معي بالخلاط. صارت الشوربة جاهزة، سكبتها بصحن. بنقدم جنبها نحن خبز مقلي وبنحط عليها عصرة ليمونة. المقبلات كتير كتير شهية، جربوها بهي الطريقة، كتير حبيتها وكتير طعمة البصل والبطاطا والجزر ما بتكون واضحة بس بتعطيها نكهة طيبة. لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك بقناتي وتزوروا صفحتي على الفيسبوك ليصلكم كل جديد.